العمل داخل الدولة المصرية دائما ما يتم بالتوازي بعدد من المبادرات والمشروعات القومية في وقت واحد. وهنا أوجه حديثي للأستاذة يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية بمبادرة حياة كريمة. كيف تتكامل مبادرة حياة كريمة مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟ فخامة السيد رئيس الجمهورية، السادة الوزراء، الحضور الكريم، في البداية اسمح لي يا فندم أني أعبر عن بالغ اعتزازي وفخري بوجودي في هذا المحفل المرموق واللي بيحتفل به بنواة الأسرة المصرية وأساس المجتمع وأساس تقدمه هي الأسرة المصرية، واللي احتلت قضاياها صدارة اهتمامات الدولة بالتوازي مع الارتقاء بالبنية التحتية، إيمانا من سيادتكم بأن الارتقاء بالإنسان المصري هو قوام الجمهورية الجديدة. وده اللي شفناه بداية من تطوير العشوائيات وإطلاق المبادرات الصحية المختلفة، وصولا بإطلاق أكبر مشروع تنموي، مشروع القرن، المشروع القومي حياة كريم، واللي كل فخري أني كنت جزء من الشباب المؤسسين ليه وأني بمثله دلوقتي. وهقتبس كلمة من سيادتك في المؤتمر الأول لحياة كريمة لما قلت بأن الإنسان المصري هو كنز الوطن وأيقونة انتصار ومجده. وهنا اسمحوا لي أني أشارك حضراتكم إزاي المشروع القومي حياة كريمة بيساهم في تنمية الأسرة المصرية، بداية من الاهتمام بجانب التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة من خلال تقديم مشاريع متناهية الصغر بعد تدريبها لضمان استدامة المشروع، بجانب تجهيز العرائس بعد إعطائهم دورات مشورة أسرية ونفسية وتربية الأطفال لضمان ترابط أسري سليم، والتوعية بالقضايا المجتمعية الهامة بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي لتغيير سلوك المجتمع، أيضا إطلاق حملات محو الأمية الرقمية وفتح فصول رقمية متنقلة لأطفالنا في المدارس وأهالينا في قرى حياة كريمة، بجانب تنمية عقول أطفالنا بطرق جديدة من خلال المسرحيات. وده كله يا فندم مش هينفع نكمل فيه بدون وضع حجر زاوية التنمية وهي تنظيم الأسرة، وده للحد من الانفجار السكاني اللي بيعتبر إهلاك لعجلة التنمية، وده بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات المكتبات الثقافية والاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارة الثقافة لخلق جيل جديد قارئ مثقف وواعي. وما زالت المسيرة مستمرة لنشر الوعي والتغيير الإيجابي لحياة الأسرة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤية سيادتك في جمهورية جديدة قوامها العدل والتنمية وفي القلب منها الأسرة المصرية لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وشكراً لسيادتك. شكرا جزيلا أستاذة يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مؤسسة حياة كريمة.